بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه النشرة الجوية الخاصة بالتقلبات الجوية المتوقعة والمنتظرة على كثير من مناطق المملكة. هذه الحالة الجوية المنتظرة هي تعتبر أوسع وأشمل الحالات الجوية لهذا الموسم، حيث نتوقع أن تتسع رقعة هطول الأمطار على كثير من مناطق المملكة، ويصاحبها هطول غزير الأمطار على كثير من المناطق مع خطر تكون السيول والسيول المنقولة والرياح الهابطة شديدة السرعة من السحب الركامية الرعدية وحبات البرد على بعض أجزاء هذه المناطق. من التأثيرات الغير مباشرة للحالة المدارية التي كانت الأسبوع السابق في بحر العرب تيك ضخ رطوبي هائل لطبقات الجو العليا لأجواء شبه الجزيرة العربية، مما ساعد في رفع نسب الرطوبة الجوية على معظم أجواء المملكة، حتى في العاصمة الرياض مع صباح هذا اليوم كانت نسب الرطوبة مرتفعة نوعا ما، مما ساعد بإعطاء إحساس أعلى بدرجة الحرارة من المسجلة فعليا بسبب ارتفاع نسب الرطوبة الجوية. هذه نسب الرطوبة إن شاء الله مع نشاط الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة ستساعد في حالة عدم الاستقرار المنتظرة ابتداء من يوم غدا الجمعة حتى نهاية الأسبوع القادم، وستستمر إن شاء الله تعالى مع التقلبات خصوصا مع دخولنا في شهر نوفمبر. في البداية تتكون السحب الركامية الرعدية على السلسلة الجبلية من جبال السروات والمنحدرات الغربية منها، وتتكون هذه السحب الركامية الرعدية مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض أجزاء منطقة نجران، منطقة جازان وسهولة الساحلية، منطقة عسير وتهامة منطقة عسير، منطقة الباحة وتهامة منطقة الباحة ومنطقة مكة المكرمة. ولا يستبعد أن تتأثر السواحل إن شاء الله من منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة ابتداء من يوم السبت حتى يوم الاثنين بهطول غزير للأمطار، وذلك مع امتداد منخفض البحر الأحمر، وكذلك الحال مع وجود مرتفع جوي في شرق الجزيرة العربية وأخدود هواء بارد في طبقات الجو العليا، يساعد إن شاء الله في تكون الحالة الجوية على سواحل منطقة مكة المكرمة. كذلك الحال مع وجود هذا المرتفع الجوي يساعد أن تكون الحالة مستمرة لعدة أيام على السواحل من منطقة مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية والجنوبية غربية. وستمتد هذه الحالة الجوية بهطول متوسط إلى غزير الأمطار على منطقة المدينة المنورة خاصة المرتفعات والأجزاء الشرقية منها، وكذلك منطقة تبوك والسواحل من منطقة تبوك والأجزاء الداخلية من منطقة تبوك وكل ما اتجهنا شرقا. وستشمل هذه الحالة الجوية هطول الأمطار على منطقة الرياض الأجزاء الغربية والشمالية منها، ولا يستبعد أن تظهر بعض التشكيلات من السحب تخلل الركام الرعدي على أجزاء من العاصمة خلال منتصف هذا الأسبوع. كذلك الحال تستمر الحول الجوية لتؤثر على منطقة القصيم بهطول أمطار ومنطقة حائل ومنطقة الجوف، منطقة الحدود الشمالية والمناطق الشمالية الشرقية من المملكة وبعض أجزاء السواحل الشرقية بهطول خفيف إلى متوسط، قد يكون أحيانا غزيرا خاصة على أقصى مناطق شمال شرق المملكة. مع هذه الحالة الجوية نكرر تنبيهنا من خطر السيول والسيول المنقولة والرياح الهابطة شديدة السرعة وحبات البرد على بعض أجزاء هذه المناطق. كذلك الحال في نهاية هذه الحالة الجوية ستستقر الأجواء كما هو معتاد، وتنشط الرياح الشمالية التي ستؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة درجات الحرارة الصغرى ابتداء على مناطق شمال المملكة. في نهاية هذه النشرة الجوية مشاهدي الكرام نرجو مشاركتنا صور ومقاطع الفيديو لهطول الأمطار مع أخذ احتياطاتكم اللازمة والبعد عن أماكن الخطورة، وذلك عبر هاشتاغ أحيطونا بأجوائكم، نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد.